احباب ارحمنا شوية وبقى العالم كله كشفنا وكشفت كلكم وشكرا. شكرا جزيلا بشكرك يا مدام انعام. اخد تعليقات يا استاذ عبد الرحيم. يعني في واضح ان انت لازم لا ترحم المشاهدين شويه. واضح ان الكلام بعيدا طبعا لا بعيدا عن كلام الاستاذه انعام مشكوره ربنا يكرمها وبعيدا عن كلام الاخت اللي قالت بيكره المسلمين ربنا بيننا يوم القيامه يحكم بيننا يوم القيامه مش دي قضيتي معها. لكن مش عارف هل احنا بنفهم بالمشقلب ولا بنفهم بالبتاع. البرنامج اتصل بيا وقال لي في حادثه تعالى بص عليها قول لنا انت شايف ازاي. احنا بنقول يا جماعه لا هو السؤال هل احنا في هذا في هذه الحاله احنا عملنا شيء منفرد ولا احنا لقينا الخبر ده على الجزيره ولقينا الخبر على العربيه ولقينا الخبر على يا بني مش بس الجزيره. غدا لن توجد اداه اعلاميه في العالم مش هتتحدث عن هذا الموضوع وبالتالي نحط دماغنا في الرمل لو ما نتكلمش عنه دي مصيبه سودة. يعني انا مش فاهم الناس اللي عايزانا طب حلو مفيش حاجه بينا وده حقيقه فعلا بس ده حدث لازم نتكلم عنه لازم نفسره ده حدث مهم. هو في كلام يعني بيقولوا انه احيانا ان حضرتك بتحاول تبالغ على فين المبالغه طب يا زي ما قال الاستاذ عبد الرحيم بيقول ان مجرد صوره شخصيه يا استاذ جمال هو انا ببالغ وانا اللي انا جبت عربيتي وجيت هنا ولا انت لا ده موضوع تاني. ما هو ده لا ده لا لا ده موضوع تاني. الشهره دي تيجي من ايه؟ ثواني بس اقصد اقول هي يا دي الشهره دي لما يبقى عندي قناه انا طول الوقت قاعد فيها كده اشتم الناس فانا غاوي شهره. اثنين احنا قلنا ايه؟ ده احنا بنقول ندعو الله تاني للي بسمعه نبتهل الى الله الا يكون لكن بنحذر من التعامل معه باستخفاف كما ورد تعامل مع احداث اخرى وجبناها نصا من واقع محاضر اجهزه النيابه العامه والشرطه حصلت في مصر مش كوالا لامبور وتعاملوا معها لانها حادثه جنائيه مش سياسيه وثبت العكس. اثنين الداخليه المصريه حتى هذه اللحظه لم تجزم بده ولا ده ومشكوره بتحقق وربنا يكون في عونهم وهيتقال بكره من قوى سياسيه بعينها وسحب بعينها ان زي ما قالت الناس كده ان هذا الموضوع افتعلته وزاره الداخليه عشان تبقى. طب اللي بيقولوا كده بذمتك يعني الذبيحه اتذبحت وقانون الطوارئ عدى وشربنا بصحته ميه وجازوزه ولا كاكولا طب خلص الموضوع. احنا هنرجع بعد ما الميت يتدفن هنروح نصحيه عشان نقول للناس اصل احنا هو مات عشان كده ما مات خلاص قانون الطوارئ اتعمل. فالناس دي بتفهم ازاي مش فاهم يعني مره يقول لك لا وزاره الداخليه اللي عملت كده وده بكره خد بالك صحف محترمه وصحفيين كبار هيكتبوا الكلام ده الصبح هنقرا انا وانت ان وزاره الداخليه شفته عمل مع ان العكس صحيح ان ده يبقى عالق في ثوب وزاره الداخليه. انتوا بتقولوا لنا ايه القانون ده بيحميكم من ده طب ما حمناش تاني يوم مش دي القضيه لكن الناس تلوي عنق النص. التاني يتكلم على مفيش داعي من التنبؤات يا دي الليله السوداء تنبؤات اللي احنا بنتنبأ ده احنا بنقول يا جماعه مطلوب الحذر هذا حادث لا يهمنا ك يعني مش حادث عادي كده موتوسيكل ضرب حد ولا عربيه ده بس حد بس الاستاذ مهم انا بتكلم عن هناك احداث اخرى كثيره معلش زي معلش في واحد بيضرب واحد حقنه ماكس بيموت هل ده ياخد حد واحد دخل على مواطنين ابرياء احنا ما بنتكلمش هنا جنائي ولا سياسي موضوع وده موضوع انسانيا ده موضوع وده موضوع جنائيا يعني مثلا مثل هذا الحادث سترى تدخله حتى رئيس الدوله الصبح لازم في تقرير على مكتب الرئيس ده حصل ليه اللي خد حقنه ده ما حدش حس ابن الرئيس دخل في ولد خد حقنه ورا الشيراتون او اتنين اتخانقوا ببعض قطعوا بعض من المطر ورا الشيراتون لكن حادث زي كده علميا واداريا وبتاع لازم الصبح في ورقه كده على مكتب رئيس الاتحاد الحادث ده كذا 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 مش انا اللي اخترعت ده من تخوفها من ان تكون هناك يعني يا بيه بقول لك مصر مستهدفه هي لا ترجو هذا مصر ونحن لا نرجو بس انا بقول لك مصر مستهدفه مصر بلد عظيم وكبيره وتقوم دور مهم اخره اللي حصل في لبنان وارد ان حد وانت بتقوم بدور مهم كده ها يرد لك الكوره في ملعبك يقول لك العب العب هنا بلاش المربع ده مش بتاعك انت خليك هنا. لازم نفهم ده ولا ما نفهموش. فانا بقول كل الاحتمالات ووارد بنسبه كبيره جدا ان يبقى حادث جنائي محض. اثنين عندهم صقر عند هذا الرجل وده اللي هتقوله اجهزه الامن بعد ما تحقق.
لكن انا الملاحظات اللي قلتها قلت الحذر، خاصة ان هذه الاشياء التي احكي عنها لم تحدث في عهد هؤلاء الناس. يعني هؤلاء الناس لا تمسهم فكرة انه في ضابط سنة مش عارف 81 قال انه ده جنائي ومش سياسة وصار 89. لا هو كمان ده يا مش عندك حالة من حالات المراقبة والمراقبة واليقظة والمتابعة هي غير معهودة. خد بالك وفي النهاية يطلع واحد يقول لك لا الامن في مصر سياسي مش جنائي. كل هذا الكم من ضبط قضايا المخدرات وانا ما يعني احيانا يصنفوني على انني عدو للداخلية بكلامي ده، لكن كل قضايا المخدرات التي ضبطت، كل القضايا الصحيحة القاتل تضبط قاتل حقيقي مش مزيف التي ضبطت، كل قضايا السلاح التي تضبط، كل قضايا الارهاب قبل ان ينبت التي ضبطت، واللي وصل دلوقتي وحدة كاملة لمتابعة الانترنت، كل ده مش جني مش 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 بتاع وسياسي. واحيانا يقول لك لا امن رئيس بس، يعني مش بس سياسي ها امن. طب احنا بنروح بيتنا ازاي وبنقول كلمتنا ازاي وبننام بالليل ازاي وبنسهر في اماكن ازاي ونرجع؟ ما نعرفش. في مصر حاله من عدم الامن الجنائي والامن السياسي بس هو اللي مظبوط. احنا علينا يعني مش عارف هل احنا محتاجين نتعلم فنون المناقشه نناقش بعض ازاي ونتكلم مش عارف، لكن في النهايه ندعو ان ربنا يحمي مصر من اي شيء وندعو ان يكون هذا الحادث حادث جنائي وتكتشف دوافعه سريعا ويتم التعامل معه بشفافيه حتى نقي مصر اشرار كثيره. شكرا جزيلا استاذ عبد الرحيم. عايز اقول لحضراتكم انه يمكن كنا من حوالي يومين تقريبا او ثلاث ايام كنا بنتكلم على حادثه عن البنات اللي في قريه اس او اس. يا ريت قريه اس